السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد حسين عالم أبل للتعلم على آيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناة كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. قبل قليل نزل تحديث جديد للآيفون والآيباد والأبل واتش اللي هو تحديث iOS 13.1.2. طبعا مميزات هذا التحديث حسنوا على النظام في أشياء كثيرة، أبرزها مشكلة لعبة الببجي حاليا لما تفتح المايك بعدها تسده ما راح تسمع صوت اللعبة ما يقارب 5 إلى 30 ثانية، لدرجة انك راح تفكر ان سماعتك فيها مشكلة وراح تطلع وتحذف اللعبة من تحت وترد تدشها، راح بعدين يكون الصوت يشتغل معاك بشكل طبيعي. ثاني مشكلة، مشكلة الكاميرا. بعض الناس اذا فتحت بتطبيق الكاميرا تبي تصور شاشة سوداء والكاميرا لا تشتغل، وايضا اذا بتشغل الضوء LED او الفلاش اللي هو هذا يا شباب، هذا اذا جيت بالشغلة ما يشتغل عندك. وايضا يا شباب من اهم ميزة في هذا التحديث، اذا انت كنت عامل لجهازك فورمات وتبي ترجع عن طريق نسخة الاي كلود الاحتياطية، راح يقول لك ان يسوي باك اب بس ما راح يصير عندك اللي هو البيانات كاملة. فايضا هذه مشكلة ضرورية الحل مالها في هذا التحديث. واذا حاب تقرا اكثر عندك هاي الصفحة ترجمها باللغة العربية من اي تطبيق ترجمة. فبس شباب، هذا التحديث طبعا ضروري لجميع الاجهزة، خصوصا الاجهزة القديمة مثل ايفون 6S وايفون 7 وايفون 7 بلس. فيا شباب وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.